بهدف التعريف بالثقافة الروسية وتوجيه الشكر لدولة روسيا الاتحادية لما تقدمه من دعم للشعب السوري، قدمت فرقة روسيا المسرحية بحمص عرضاً باللغة الروسية تحت عنوان الصياد والسمكة الذهبية من إخراج مارينا بوهايتشوك على مسرح دار الثقافة في المدينة. هي مسرحية روسية عن فيها حكمي عن صياد سمكي وذهبي، صياد سمك وسمكة ذهبية. نحن عرضنا روسي لأنه صار في بحمص نزلوا اللغة الروسية بالمدارس، فنحن حابين طلاب سوريين يدخلوا بالموضوع العميق جدا، لأنه دولة روسيا كتير ساعدنا بالأزمة الحرب السورية. هدفنا من العمل هو أولا رسالة شكر لروسيا، ثانيا والأهم اللي هو مثل بدك تقول يعني نشر الثقافة الروسية وتعبير عن هالجيل الطالع اللي عنده العلم والمعرفة، مثل ما يعني مو مثل ما راح ينسمع علينا جيل دم وجيل حرب، لا نحن أكبر من هيك وأوعى، وجيلنا جيل بينظر لقدام ورح يحقق بالمستقبل أشياء كتير حلوة. مثل ما أنك شايف غالب الكادر هو أطفال وعمل موجه للأطفال. نحن حبينا من خلال المسرحية أنه نعزز الثقافة الموجودة بسوريا حول روسيا، ونعرف العالم أكثر باللغة الروسية وبالثقافة الروسية، لأن كل ما الإنسان عرف ثقافات أكثر كل ما صار إنسان أكثر. المسرحية عن نص الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين تحاكي القيم الإنسانية، وقدمها مجموعة من أطفال حمص المتميزين باللغة الروسية، كما تضمن العرض شعر وأغاني مترجمة إلى اللغة العربية. بتعبر عن الحكمة وأنه الطمع بدر الإنسان ما بيفيده. طبعا نحن حبينا نقدم هاي المسرحية عبارة عن شكر صغير لدولة روسيا اللي ساعدتنا كتير بالأزمة اللي مرت فيها سوريا. نحن قدمنا المسرحية عبارة عن الصداقة بين روسيا وسوريا، لأنه روسيا ساعدت سوريا كتير بالأزمة اللي مرينا فيها. هلا قدموا لنا فقرات ممتعة حلوة باللغة الروسية، صحيح هي باللغة الروسية بس كانت كتير قريبة من القلب، للي ما كان بيعرف لغة روسية كان عم يشعر فيها بإحساسه بالصدق اللي كانوا عم بيعطونا فيه. معبرة يعني مؤثرة، بتمس الواقع الحالي عم نعيشه نحن بطريقة رائعة، يعني ما أنا سطحية. العرض كتير كتير كان حلو، كتير كان رائع، الأطفال كتير قدموا شيء مميز. العمل يؤكد على متانة العلاقة بين الشعبين السوري والروسي، ليس فقط في محاربة الإرهاب بل في الثقافة أيضا التي تعبر عن البعد الإنساني في تقارب الشعوب المتميزة بحضاراتها الراقية وعشقها للسلام.